جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: ما حكم لبس العباءة بالنسبة للمرأة على الكتف؟ العباءة ليست على الكتف، العباءة شرعت للستر وتكون فوق الثياب عند الخروج، لا بد أن تستر المرأة من رأسها إلى قدميها، فهي بمنزلة الجلال الكبير الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها عند الخروج، ولا توضع على الكتف لأنه يزول أو ينقص تستر بها. نعم.